نحن اليوم بعملية انتخاب الهيئة السياسية ضمن الهيئة العامة في الغوطة الشرقية. لا يخفى على أحد الواقع المريض التي وصلت إليه سوريا بشكل عام، مما يستوجب إيجاد مظلة سياسية حقيقية تكون رافعة للنهوض بهذا الواقع المريض والوصول بسوريا إلى بر الأمان. العملية الانتخابية لحد الآن تتم بأفضل معايير ممكنة والمشاركة بأفضل ما يمكن. إبراهيم نداف. طبعا احنا اليوم في اجتماع انتخاب هيئة سياسية للهيئة العامة وايضا انتخاب مكتب اداري للهيئة العامة. هذه الحالة في الغوطة الشرقية ان شاء الله تصب في ضمن الحراك المدني في الغوطة للوصول الى يعني فريق جمعي يستطيع تحمل المسؤولية على المستوى المدني وايضا على المستوى السياسي. طبعا هو ليس موضوع حصري، هو موضوع احد يعني الهيئات الموجوده الان في الغوطه، هي الهيئه العامه في الغوطه الشرقيه، تمثل يعني عدد كبير من الفعاليات والمؤسسات والشخصيات والنخب التي تريد الوصول ان شاء الله الى صيغه يعني جمعيه في العمل المدني وايضا في العمل السياسي. افضل مما انتظرته انه واحد يطلع ويسجل ورقه وبيتشطب على اسمه وبيحط بصندوق الدراع، هذا الاصل، ولكن نحن جايين